لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آية للسائلين وإخوته آيات للسائلين وإخوته آيات للسائلين السائلين آيات للسائلين آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نرتع ونلعب وإنا له لحافظون يرتع ويلعب وإنا له لحافظون غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجيءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب 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 وجيءوا على قميصه بدم كذب وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة بضاعة وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين معدودة وكانوا فيه من الزاهدين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك وقالت هيت لك هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم
أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وهو من الكاذبين من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وهو من الكاذبين من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر رأى قميصه قد من دبر رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين.